حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده اليوم من صغار ستار. اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا جميل. قلنا لهم نبغى نقول لكم حاجه، تخيلوا انكم انتم المسؤول. يعني انا تخيلوا الحين قاعد اقول لكم ان كل واحد فيكم هنا هو مسؤول، مثلا يعني مسؤول مدير قناه، مدير مدرسه، مدير مقصف، مدير ايا كان، او مسؤول عن حاجه معينه. انتم برضو تخيلوا انكم انتم مسؤولين وشاركونا على هاشتاج صغار ستار على تويتر. نشوف اليوم اللي موجودين معانا ونتعرف عليهم. اول شيء كل واحدة فيهم يعرف المستعجلة خولتي بتسولف، خلينا نتعرف على الموجودين معنا. كل واحدة تعرفني باسمها أول شيء، وبعدها راح نبدأ احنا وياكم، وكل واحد يعرفني باسمه ونبدأ وياكم موضوع حلقتنا اليوم. تفضل. خولة. لا يا مرحبا، شوي شوي بس. رفيق. تمام الزعمي. يا مرحبا. عبد الله. عبد الله. عبد الله. محمد. سمك؟ محمد. محمد يا سلام. يارا. صوت عالي. يارا. شو اسمك؟ يارا. يارا ولارا اليوم معانا. طيب اليوم راح نتكلم، تخيلوا انه انتم المسؤولين. حلو، يعني انا بقول لك شيء، تخيل انك انت مسؤول في جهه معينه. خلينا نقول انه مثلا في مدرسه او في اي كان، يعني مسؤول عن حاجه معينه، ايش بيكون او ايش بتسوي؟ تفضل. قول. ايه انا لو كنت رائدة مدرسه راح اسوي اعمال خيريه في المدرسه. حلو. راح اجيب سلات ملونه، مثلا تكون سله الخبز، سله نياسة، الكمامة، أوزعها على كل المدرسة. ممتازة. ويدرون الطلاب عليها ويجمعون الخبز اللي يبقون طايح، بعدين ننقلها من المزرعة. إيش؟ حلو. بدون ما حد يغشش، بدون ما حد يغشش. والله. بدون ما حد يغشش، احنا كل واحد يبغى منكم إجاباتكم، أي واحدة تسولف ما تقاطع الثانية، احنا من آداب إنه الاحترام لما نحترم الناس، صح ولا لا؟ من الاداب ان الواحد لما يتكلم ما نقاطعه، صح؟ سواء كبير ولا صغير، صح ولا لا يا حبايبي؟ يلا تفضل. ايوه. شوف اليوم ما شاء الله عبد الله وعبد الله ومحمد كلهم جالسين يسمعون، صح؟ يلا تفضل. راح اهتم بنظافة مدرستي. ايوه. واخلي الطالبات يتنظمون بالمدرسة وقوانينها. ممتازة، يا سلام عليك. هذا اليوم خولة تقول انه لو صارت مثلا رئيس مدرسة حتسوي هذه الاشياء كلها، وانت يا لارا؟ بسوي نظام للمدرسة وأخلي بنات نظام وبنات نظام. يعني بدون ما خولة احنا قلنا نسمع كل واحدة حالها. يلا. ثم أنا أجمع أكياس. أيوة. ثم أنا أحطهم بسلات. يا سلام. أعلقهن. وين تعلقينهن؟ أعلقهن في العمود. حلو. خليهم شكل. إيه شكل ايش يعني مثلا؟ شكل حديقة. اوه ما شاء الله، يعني اكياس حديقة مثلا؟ لا يعني اكياس سلة. ايوه. واجيب مثلا سلة تفاح، سلة زي كذا، ثم اجيب الطالبات اسوي فرقة، اجيب الطالبات بعض الطالبات فراشة زي كذا، وبخلي في تكريم. ما شاء الله. طيب لو انه انت خلوك، خلينا نتكلم يعني لو انك خلوك مثلا وزيره، انت وزيره مثلا خلينا نقول وزيره التعليم، يعني ايش بتسوي؟ بعلمهم. ايه. بخليهم يتادبون. يتأدب. كل واحده ايه بوريها الشغل. توريها الشغل، يعني ممكن تعطينهم اجازات ولا؟ اذا واحده شغلت إيه؟ تشوف الشغل، وريها الشغل. تورينها الشغل. وريها. بس. إيه؟ طيب وش تعطينهم؟ سطرها. ها؟ سطرها. تسطرينهم بعد؟ بس إيه؟ انت وزيره، يعني وزيره بتصدرين قرارات بس. إيه؟ ومعلماتهم اللي يسوون الشيء اللي يبغونه. انا مره إيه؟ مدرستي الحين إيه؟ صديقتي تشاغب. حلو. وانا مره استاذيت من سطرتها وسطرتها وطلعتها برا الفصل. وحنا بنحط وبحط مجموعة الحديقة، هذول مجموعة الحديقة. ايه. هي المجموعة المؤدبة. ممتاز. والمجموعة يعني المجموعة السوداء هذه. ايوه. بحطها مجموعة المزعجين وكذا، وبحط قائدات ممتاز. يا سلام. وانت يا تمارا؟ رفيقة. خلي انت عندك الموضوع. يلا. انا لو كنت وزيرة، مو بشرط وزيرة المعارف يعني او وزيرة التربية، اي وزيرة يعني او مديرة او انت مسؤولة. وزيرة. تفضل. لو كنت مديرة. وزيرة ايش؟
قلت مديرة. يلا يا تمارا تفضل. لو كنت مديرة اللي راح تشغل بكثير راح أعطيها تعهد، وإذا جمعت تعهد كثير راح أطردها من المدرسة. يا سلام. وأنت يا عبد الله سويت عرض خاص بالمدرسة، طلبوا منك المدرسة إنه أنت كل طالب فيكم يسوي عرض. سويت عرض، بما أنك كنت ما شاء الله تبارك الرحمن يعني قاعد تتكلم عن السياسة وسويت عرض سياسي، ودي نعرف احنا المشاهدين العرض اللي سويته والمين كان وش كان يتكلم عنه. كنت اتكلم عن دونالد ترامب اللي الرئيس امريكا الحالي. حلو. ويعني كتبت بدايته يعني من صغره لين ما يعني كيف وصل هذه الدرجه يعني الرئاسة. حلو ممتاز. ايوه يعني كتبت. ممكن تعطينا وش كتبت يعني تعلمنا ايش كتبت؟ كثير اشياء. بالانجليزي ولا بالعربي؟ انجليزي. انجليزي ممكن. يلا تفضل قول. كتبت إيه؟ عن شو اسمه وهو يعني مثلا يوم يكون هو يعني بالكلام حقه يوم يجي يتكلم عشان يبي يقنع الشعب. مثال ايه؟ يعني كان ما تبي تتكلم انجليزي تقول انجليزي عادي قول. عادي اللي تبغاه. بس الاسهل لك قل اللي تبي تقوله يعني. هو يعني ترجم عربي. يلا وترجم عربي انت؟ انا ما اعرف اترجم. خلاص ما في كلمه انجليزي. يلا احنا نترجم لك عربي. يلا اتكلم عربي عادي. لا عادي عادي قول انجليزي وانا ان شاء الله ترجم لك يعني. قلت يعني كيف هو وهو صغير يعني الفلوس جتها من ابوه، وبعدين وهو كبر عرف كيف يستثمر الفلوس دي ودبلها وصار عنده فلوس كثيرة، ومن ذي الفلوس صار ينافس على الرئاسة حقت أمريكا. ممتاز. وكان يعني من البداية كان عنصري شوي على يعني المسلمين وكذا. ما شاء الله. ولكن مع الوقت بدأ يتحسن الكلام اللي يقوله القوائل حقتها، يعني بعدين خلى الشعب الامريكي كله يصوت له وصار رئيس. ممتاز. طيب عطنا اياها بالانجليزي ممكن انها توصل له، ما تدري. نبغاها بالانجليزي بشكل سريع العرض اللي انت سويته. اليوم عبد الله الجوفي ما شاء الله قدم عرض في المدرسه، طلبوا منه المدرسه انه يقدم عرض. نسمع احنا وياكم عبد الله اليوم ايش اللي قدمه والعرض اللي قدمه ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني عبد الله اليوم في هذا السن قاعد يتكلم عن حاجه يعني ما شاء الله سياسية، وتفضل عطنا إياها بالإنجليزي يلا بشكل سريع. I talked about how Donald Trump got into the governmental الرئاسة الأمريكية. ممتاز. And how he got his money from his wealth and how did he spend it and use it. Yes. And how did he become the president of America. ما شاء الله. طيب يعطيك العافية اليوم. هذا العرض اللي قدمه اليوم عبد الله الجوفي يعطيه العافية. في راح ننزل الترجمة إن شاء الله لكم في عشان نفهم، بس إنه هو شرح لنا إياها بالعربي. يعطيك العافية عبد الله. طموح جميل ومميز ما شاء الله تبارك الرحمن، وأنت كونك قاعد تفكر إنه كيف أنا اليوم أصنع ل2030 أو الرؤية الجديدة اللي تشوفها المملكة، إنه أنت تقول لازم أنا ما نعتمد على النفط بس، وهذا شيء جميل منك. طيب عبد الله الجوفي انا اعرف انه انت ما شاء الله في المدرسه واعطوك شهاده شكر لانك انت تقريبا سنه كامله صاير امام عندهم بالمدرسه ما شاء الله، في مدارس احد المدارس اللي بمنطقه الرياض ما شاء الله والمعروفه ما شاء الله عبد الله كان يأم فيهم. فاليوم عبد الله راح نسمع احنا وياه من كتاب الله قران كذا من عبد الله يعطيه العافيه. تسمعنا عبد الله. عفوا تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا. يعطيك العافية عبد الله. طيب عبد النبأ النبأ عبد الله عبد الله أنت أعطوك شهادة ما شاء الله وكنت إمام في المدرسة. لما أخذت الشهادة إيش صار عندك طموح كذا إنه أنت إن شاء الله يوم من الأيام تكون طول السنة معاهم تأم فيهم؟ إيه. وإيش الشهادة اللي أعطوك إياها؟ شهادة شكر علشان كنت إمام المدرسة. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب إيش اهتماماتك أنت؟ تهتم في أشياء كثيرة ما شاء الله، وأعرف إنه أنت وأخوك عبد الله ما شاء الله مفكرين كيف إنه اليوم إحنا نتكلم عن بناية جيل جديد ومميز، صح؟ إيش تفكر إن شاء الله في الأيام الجاية؟ إن شاء الله الأيام الجاية يختاروني كإمام مرة ثانية. ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم عبد الله الجوفي ما شاء الله تبارك الرحمن يقول إنه يبغى يكون إمام، بس غير الإمام يعني اليوم إحنا نتكلم إنه أكيد في طموح عندك ثاني. إيه. إيش؟ إنه أكون مؤذن أو أقيم الصلاة عليهم علشان يعني أناديهم من فصولهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا يعني اليوم عبد الله إذا أنت هذا تفكيرك الجميل ما شاء الله والمميز إنه يبغى إنه يعم الخير للجميع، وإنه هذه المعلومية أمانة أفضل خلينا نقول إنه أفضل اهتمام إنه الواحد يهتم في إنه يقدم حاجة لدينه، صح ولا لا؟ طب إيش قالك بس عبد الله؟ قالك شيء عبد الله؟ ما بدي أسمعه. ها ما بدك تسمع. طيب حمودي يلا أبو حميد اليوم أنت لو كنت مسؤول، أنت مسؤول على التلفزيون مثلا يعني تبي التلفزيون ولا تبي بس؟ اختار أنت إيش تبي تلفزيون؟ لا أجل قدر الناس. أه؟ قدر الناس مسؤول عن تقدير الناس ما شاء الله، يعني مثلا تشوف الناس تقدرهم كم تعطيهم ها؟ يعني مثلا ذيبان المخرج يقول هذا يعرف علوم المرقلة رقيقيل، عارف رقيقيل ها؟ مخرج البرنامج فيصل يعطيه العافية. لا يعني أنت لو كنت مسؤول حاب تكون مسؤول على إيش أول شيء؟ مسؤول على إيش؟ تبغى تصير مسؤول على ايش؟ يعني اليوم انت مثلا صرت مدير المدرسه مثلا ولا اقول لك شيء مدير المقصف حق المدرسه ايش بتسوي؟ ها؟ مثلا توزع وجبات مجانيه؟ لا اوف يا ذلع ورجال يقول لك رجاجيل ومرقله وين راحت المرقله؟ طيب لو صرت يعني لو صرت مسؤول ايش بتسوي؟ يعني تخيل انك اليوم مسؤول عن برنامج صغار ستار، شو بتسوي؟ بتجيب مذيع غيري؟ ها؟ لا. طيب وش تبغى تسوي اجل؟ تغير ديكور، بتسوي مثلا فقرات جديده، وش بتسوي؟ يلا. بغير ديكور. بتغير ديكور؟ وش بعد؟ طيب يعطيك العافيه، وانت يا عسل يلا. انت لو صرتي مسؤوله او مديره مدرسه او خلينا نقول انه مديره مشغل نسائي، ها؟ وش بتسوين؟ يلا انا ما اشوف نفسي اني اصير رائدة او شيء. لا ارفعي صوتك بس. انا ما اشوف نفسي اني اصير مديرة او رائدة او شيء زي كذا، اشوف نفسي اني اصير ميك اب ارتست. ما شاء الله، يعني تبغى تصيري مثلا مديرة عن الميك ابات الكثيرة اللي عندكم. إيه؟ يعني اي ميك اب كذا نسائي تبي تصيري مديرة عليه انت؟ يعني تقريبا. وش بتسوين طيب اذا صرتي مديرة الميك اب؟ يعني بفتح حساب انستغرام شوي شوي كذا كذا اكبر اكبر لين ما افتح معاد وكذا. ما شاء الله، شفت اليوم يعني كل واحد فيكم لما يفكر بطموح اليوم يمكن عبد الله عبد الله صراحه يعني واحد قاعد يهتم بالسياسه واحد قاعد يهتم بالدين، فهذا شيء جميل اليوم انه نشوف مثل هاللفتات الجميله. احنا ثنائي. ها؟ ثنائي ما شاء الله، احنا ثنائي. يعني واحده مثلا قالت ان انا ودي اصير مثلا مديره مدرسه او مديره او رائده، صح؟ طيب اليوم يا طيب عبد الله اليوم انا بسالك يا عبد الله عفوا بما انك ما شاء الله مفكر جميل، يعني لو قالوا لك انت صرت مدير قناه روتانا خليجيه ايش ممكن تسوي؟ صرت مديره احط اعلان للبرامج الجديده، ابي اشوف وش المتابعين ايش يبغون يعني بالقناه، واللي يحبونه بنزله. ممتاز يا سلام. وانت يا عبد الله لو صرت مدير روتانا يعني اسوي اعلانات زي ما عبد الله يقول. شلون؟ كنت ناوي اقول زي عبد الله. زي عبد الله، عبد الله مع انه انت عندك قناه في اليوتيوب صح؟ وش تسوي في قناه اليوتيوب هذه؟ يعني انزل العاب
أي شيء جديد كذا يجي مثلا لعبة ولا شيء يشتهر ولا حاجة على طول أنزل عليه فيديو. ما شاء الله، أنت طموحك تكون يعني شلون؟ لا أنت طموحك إيش يا عبد الله؟ ما عرفنا إحنا طموحك. إن شاء الله إيه؟ يعني دكتور ولا شيء زي كذا. ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله تصير دكتور بإذن الله. تفضلي يا خولة. أنا كنت مديرة صغار ستار، لو أغير البنات وأجيب بنات محترمات مؤدبات. يعني كل المحترمات اللي جاوا هنا مؤدبات، يعني مو الرندميرال. رندميرال ازعجونا اليوم في البحر. اي طردناهم سوينا ايه طردناهم صح؟ ايه راح اغير المذيع، ترى اذا ازعجت راح اغيرك. انا اذا ازعجتكم تغيروني اجي واحد بدالك. هل من تحطون بدالي؟ لما تكبر خالص رجال؟ شو من؟ شو من؟ تعالي يا رفيف، لحظة عيد ايش قلت؟ تقولي إذا كبرت؟ لحظة، أنت شكلك فاهمة غلط الحياة الله يعطيك العافية، بس تعالي. إذا كبرت شلون تصير ايش؟ إذا كبرت ترسم عليها شكل رجال. يعني إذا كبرت تصير رجال قصدك؟ بعدين؟ إيه؟ ترسم شنب ما شاء الله. هل تعتقدين انه جيباني مخرجي معنا فيصل يعني دائما عليك جايز تجبوك يعني بيخليها تقدم مثلا وتحط شنب كذا وتقص شعرها بالنسبة. طيب نكمل احنا وياكم بعد الفاصل، خليكم معنا.